بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجمعين. أبو عبد العزيز العشاب معكم قناة ومستشفى العشاب شانل. دكتور هيرباليست الله حييكم معانا. السلام عليكم، تحياتي للجميع. اليوم نتكلم عن الحلبة، الفوائد المحتملة بالحلبة. أجدادنا في البادية وفي الجبال استخدموا الحلبة منذ مئات السنين وما زالوا يستخدموها إلى الآن. توارثنا عنهم بذور الحلبة، هذه البذور الطبيعية العضوية المغذية المفيدة المليئة بالفيتامينات والمعادن والمغذيات. كان أجدادنا يستخدمون الحلبة على نطاق واسع، حتى الآن أمهاتنا وزوجاتنا ونحن نستخدم في المنطقة العربية وحتى في الهند وباكستان وبنغلاديش ودول كثيرة في العالم وحتى في أمريكا نستخدم بذور الحلبة في كثير من خلطات الجمال والشفاء. ملعقتين كبيرتين من الحلبة، ناخذ ملعقتين كبيرتين طال عمركم من الحلبة، بذور الحلبة. ناخذ ملعقتين كبيرتين من العنب المجفف الذهبي الأصفر وناخذ ملعقة كبيرة من بذور الشمر، أي بذور الشمر، أي زريعة البسباس، أي بذور الشومر، ملعقة واحدة. ونأخذ 7 ثمرات من التين المجفف، التين المجفف، 7 ثمرات من التين المجفف، ونضيف لهم 7 أكواب من الماء. سنتعلم طريقة عمل شاي مغذي ومفيد جدا ويؤازر الجسم بشكل ممتاز جدا، طبيعي بيو عضوي. الحلبة والعنب المجفف الأصفر وبذور الشمر والتين المجفف مع الماء، ننقعهم من المساء إلى الصباح، ننقعهم من المساء للصبح، خلطة كده حق ملايين، ننقعهم من الليل طال عمركم من المساء لين يجي الصبح. من صلاة الصبح يا غافر التوبة ناخذهم ونغليهم، نحطهم بكوكوت طنجرة ضغط بأي شيء ونغليهم. من غليناهم ننزلهم ثم نتركهم يبردوا، ثم نقوم باستخدام نصفاء ناعمة لعزل هذا الماء، هذا الشاي، عن المكونات، ونشرب كوب نتناول من هذا الشاي كوبا صغيرا أو متوسطا قبل كل وجبة. أشنو كيدير هذا الأتاي، هذا الشاي، وش يعمل؟ يعمل الحجايب كده، عجايب، يعمل هذه الخلطة، عجايب عجايب. وش تعمل؟ هذا طال عمركم للي حاب ينظف صدره، للي تتن يكمي حشحش يأرقل يشيش، حاب عنده ربو عنده كتبة صدر، اللي قح عنده كحبة عنده سعال ممتاز جدا، للي عنده كتم بصدره مكتوم بصدره الله أكبر، للي عنده رمل ينزل الرمل، للي عنده مضخم البروستات كتبه، للي عنده قصور بالكلاو بيحسنه شوي، للي عنده التهاب بالمثانة، إذا عندك التهاب بالمثانة ده الخلطة دي بنت جنية، اللي عنده قولون بطني قولون عصبي ممتاز جدا جدا جدا، ملين للبطن،
بتفتح الشهية. الخلطة دي إذا طال عمرك إذا أخذتيها قبل الأكل، إذا شربتي إذا تناولنا هذا الشاي قبل الأكل بيفتح الشهية، وإذا تناولناه بعد الأكل ما يزيد الوزن. يعني إذا أخذنا هذا الشاي قبل الأكل بيفتح الشهية وبيزيد الوزن، وإذا أخذناه بعد الأكل لا يزيد الوزن ولا يفتح الشهية. سبحان الله. وكان أجدادنا قبل ظهور المستشفيات وقبل ظهور الطب الحديث كانوا يستخدمون بذور الحلبة في أشياء أخرى رائعة جدا. كانوا طال عمركم يأخذون بذور الحلبة الطبيعية مع بذور الشمر زريعة البسباس، يعني الشومر، مع حبة البركة، مع القرفة، يأخذون حفنة كبيرة من الحلبة وكذا من بذور الشمر، يأخذون شوية حبة البركة شوي، ويأخذون قرفة شوي، ونطحنهم، وممكن نسف منهم ملعقة صغيرة أو ننقحهم بماء أو نغليهم أفضل إذا بدك، ونتناول هذا الشاي الرائع جدا. هذا وش يعمل هذا الشاي؟ وش تعمل الحلبة إذا حطينا معها بذور الشمر وحبة البركة والقرفة؟ بتنزل الدويدات من البطن. إذا عندك دويدات ببطنك تنزلها، الدويدات بطنك ينزلها، زائد بتحل كل مشاكل الدورة. مشاكل الدورة تحلها كلها بقدرة الله تعالى. زائد إذا كنت بترضعي بيخلي الحليب يشرشر تشرشر. سبحان الله، تخلي الحليب عندك بالقردل الخلطة دي. واستخدم أجدادنا الحلبة لتطبل البطن، نفخة، اللي عنده نفخة بطقع بحزق، طقع يحزق، كان يقولوا له خذ الحلبة والكمون واعملها مثل الشاي، اغليهم واشربهم، ما في أزين منها بقدرة الله تعالى. طبيعية، بيو عضوية رائعة جدا. وكان أجدادنا يستخدمون بذور الحلبة للكلف والنمش والتصبغات العمرية والتجاعيد. كيف كان يستخدموها؟ كانوا طال عمركم يأخذون حلبة وينقعوها بمي فاترة ويتركوها تحت الشمس يوم كامل، شمس متوسطة، يعني مش شمس قوية، شمس معقولة. يعني يأخذون حلبة كذا حطوا عليها ماء ساخن ويتركوها بالشمس تتعرض للشمس يوم كامل، وبعد يوم كامل يصفوها أو يتركوهم ما كثرمها عفوا، ويضيفون لها عصير الليمون، يعصرون الليمون الحامض الأصفر ويحطونها عليهم، وحطوهم بقنينة بقرعة قارورة زجاجية ويسدوها، ويرجعوا يرجعوهم على الشمس أسبوع، تحت الشمس أسبوع أسبوع. يعني بعد ما نقعنا الحلبة بماء ساخن شوية، مش شوية يعني على قدهم، ماء ساخن ننقعهم ونتركهم في تحت الشمس لمدة يوم كامل. باليوم الثاني طال عمرك الدرية، ناخذ عصير ليمون حامض أصفر ونعصره عليه، ونعصره ونضيفه لهم، ثم نضعهم بقارورة زجاجية، ونضع القارورة هذه تحت الشمس أسبوع كامل، أسبوع كل يوم نرجهم، نحركهم، نحركهم، نرج القارورة عدة مرات كل يوم، ونتركهم أسبوع 7 أيام تحت الشمس.
بعد أسبوع نقول نأخذهم ونعصرهم ونصفيهم، نعصرهم ونصفيهم، ثم نأخذ عصير الليمون هذا الماء، الماء منهم نعصرهم ونصفيهم جيدا بمصفاة ناعمة، ثم نأخذ هذا الماء وندهن به الوجه صباحا وظهرا ومساء، ونبتعد عن الشمس ولا نجلس تحت الشمس ولا نجلس تحت الضوء القوي. يعني عندما تستخدمي هذه الخلطة للبشرة لا تجلسي تحت الضوء القوي، زائد لا تجلسي تحت الشمس القوية. لماذا؟ لأن فيه عصير الليمون، عصير الليمون يجعل البشرة حساسة للضوء. عندما نضع عصير الليمون أو عصير البرتقال أو قشر الليمون أو قشر البرتقال أو الكلمنتينة أو المندرين أو اليوسف أفندي أو اليوسفي أو المن أو القريب قشر 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 أو عصير القريب فروت أو كل أنواع أشجار الحمضيات، أيا كان نوعها، إذا استخدمناها للجلد للبشرة يجب أن لا نجلس تحت الشمس ولا تحت الضوء القوي. لماذا؟ لأنه فيه حمض الستريك، حمض الستريك هذا يجعل البشرة حساسة للضوء، ولذلك عند الاستخدام نجلس داخل، لا نجلس تحت الشمس ولا تحت الضوء القوي لنستفيد جدا جدا. ثم ندهن بهذه الخلطة صباحا ومساء للتجاعيد، للكلف، للنمش، كل مشاكل الوجه سبحان الله سيدي مولاي كده من أحسن ما يكون على الإطلاق ومن المجربات. هذه هي خلطاتنا، خلطات الأجداد، هكذا كان يستخدم أجدادنا في الدول العربية قديما قبل ظهور المستشفيات وقبل ظهور الطب الحديث، هكذا كانوا يستخدمون بذور الحلبة. أيضا كانوا يستخدمون بذور الحلبة لتساقط الشعر، نأخذ زيت الحلبة أو الحلبة، نأخذ الحلبة ونضع معها الحلبة، نأخذها ونغليها مع قليل من زيت الزيتون، ثم بعد أن يبردوا نضيف لهم تسخين وليس قلي، لا تسخين، ثم طال عمرك طال عمرك نأخذ هذا الحلبة التي غلينا فيها غليناها بزيت الزيتون، نأخذها ونضيف لهم، وبعد أن يبردوا نضيف لهم زيت اللوز الحلو، زيت اللوز الحلو. ومن تريد أن تضيف بذور العنب وبذور الرمان والمريمية والبابونج لتغطية الشيب أيضا، يكون أروع وأروع، أحسن وأحسن. يعني المريمية أي السالمية أي الميرمية أي المرمرية والبابونج يغطوا الشعر الرمادي، يقوموا بتغطية الشعر الرمادي. فإذا مزجناهم مع الحلبة وغليناهم مع زيت الزيتون وبذور العنب وبذور الرمان، غليناهم وليس قلي بل تسخين جيد، يعني ثم ننزلهم عن الموقد ونتركهم يبردوا، وبعد أن يبردوا نضيف لهم زيت اللوز الحلو مع قليل، إذا موجود زيت اللوز المر نضيف قليل، ونقوم بالاستخدام للشعر، فإنه رائع جدا بشكل لا يكاد لا يصدق. هكذا كان أجدادنا يستخدمون الحلبة. الحلبة مليئة بالفيتامينات والمعادن ومغذية جدا، وتؤازر الشعر، تؤازر البشرة، تؤازر الجسم. وبهذا نكون قد تكلمنا عن أجدادنا رحمهم الله وأحسن إليهم في قبورهم، وجمعنا وإياهم في جنات عرضها السماوات والأرض، أيام الطيبين، أيام بيوت الطين، أيام السنعين، خوالنا وعمامنا وجدودنا وجداتنا الله يرحمهم، أيام القهوة تفوح، أيام شاي الربيع، شاي الربيع أبو ورق أبو تنكة، أيام الشماخات الطبع المطبوعة طبع ما كان فيه، أيام التطريز شماخات المطرزة، أيام العقل الغليظة، أيام الخير والبركة، أيام المحبة والسلام. هكذا كان يستخدم أجدادنا بذور الحلبة يا بنتي.
حنا طال عمرك طال عمرك بقناتنا ما نقدم إلا الشيء الزين، نعطيك الخلطات لجدك وجدتك كل الدول العربية، خلطات الأهل البادية، خلطات سكان الجبال، هكذا كانوا يستخدموا الحلبة. الله يرحم لك الوالدين والله يجعلنا وياك بالجنة، والوالدين ووالديك أخوي حبيبي نور عيوني أنت، فزعتكم يا عيال، فزعتكم يا بنات يا حريم لأبو عبد العزيز، تضغطي على زر مشاركة ومشاركة الفيديو بالواتساب، دعواتي الصادقة القلبية ليكم جميع إن شاء الله، حببناكم في الله فأحبونا فيه، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه إن شاء الله من حيث يحتسب أو لا يحتسب، هم حيث يشاء ولا يشاء، فاتقوا يوما تعودون فيه إلى الله، أوصي نفسي ثم أوصيكم لتقوى الله، اذكروا الله العزيز الجليل يذكركم. أبو عبد العزيز العشاب خادم المرضى خادم الناس الطيبة خادم هالشوارب والحة هالبنيات تظل بناتي عراضنا الغاليات علي حبيباتي نرعيني، فزعتك شارك الفيديو بالواتساب، الله يرحم لك الوالدين.